لا زالت حتى الآن الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينيين ضد القرارات بقوانين التي تم فرضها وسنها. هذه إحدى الوقفات أمام مجمع المحاكم الفلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة. هذا المجمع كان أغلقته أيضا الشرطة الفلسطينية، وأيضا قرار من المحكمة بإغلاقه نظرا لوجود ملفات بعد أن هدد المحامون بالدخول إلى داخل المحكمة ومن ثم ربما الاحتجاج حتى بقاء حتى تحقيق مطالبهم. نتحدث هنا مع السيد سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين. سيد سهيل، أنتم تهددون بعصيان مدني هذه المرة؟ لا لا لا، لا يوجد عصيان مدني، ونحن لا نهدد ولا ليس لدينا أي عصيان مدني. نحن نتحدث كالآتي، بأنه حيث وبموجب نصوص هذه القانون لم يعد فائدة من وجود المحامي وأصبح المحامي متهم. هذه النصوص تمس من هيبة المحامي، يعني تؤدي بنتيجتها إلى عرقلة عمل المحامي، وبالتالي نحن نقول بأنه لم يعد داعي لوجود المحامي. لا 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 علاقة لنا بعصيان مدني، ولم ندعو لعصيان مدني، وإنما نحن نقول بأنه سيتم حالة المحامين من سجل المزاولين إلى سجل غير المزاولين، وهذا إجراء موجود بقانون نقابة المحامين. هل تواصلت معكم الجهات الرسمية لحل هذا الموضوع أم أنها يعني لم حتى الآن لم تتواصل؟ نعم، هناك العديد من الاتصالات والتواصل، ولكن لم نصل إلى حل حتى اللحظة. جزيل الشكر لك سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين. نحن لا زلنا نتحدث عن ربما وضع خطير تشهد الأراضي الفلسطينية حسب تعبير نقابة المحامين الفلسطينيين، نظرا لسلسلة القرارات بقوانين التي صدرت مؤخرا تتعلق بقرارات إجرائية وغيرها من القرارات. لكن هذا طبعا كله يوصف في خانة بأن السلطة التنفيذية تتعدى على السلطة القضائية بصورة كاملة ومباشرة، وهي فعليا أحكمت قبضتها بشكل واضح وجعلت من السلطة القضائية أداة ربما في يد السلطة القضائية على حد تعبير المحامين الفلسطينيين.